أمام اجتماعات الهيئات والمؤسسات المالية العربية، مدبولي يدعو لتقديم الدعم المستحق للدول النامية وإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية. مصر تبدي استغرابها من تعمد الإساءة لجهودها في اتفاق الهدنة، وتؤكد أن وساطة القاهرة جاءت بعد إلحاح لخبرتها في إدارة المفاوضات الصعبة. إسبانيا وأيرلندا والنرويج تعلن اعترافها بدولة فلسطين، وحماس والسلطة الفلسطينية ترحبان، وإسرائيل تبلغ سفراء الدول الثلاث احتجاجها. 3:00 مساء بتوقيت القاهرة، 12:00 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. حضر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024. وخلال كلمته أشار مدبولي إلى أن انعقاد الاجتماعات السنوية هذا العام يأتي على خلفية التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الحرب في قطاع غزة وانعكاستها الاقتصادية على جميع الدول ومن بينها الدول العربية. ومما لا شك فيه أن انعقاد الاجتماعات السنوية هذا العام يأتي على خلفية التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها الاقتصادية على كافة الدول ومن بينها الدول العربية. وفي هذا الإطار تبرز أهمية دور الهيئات المالية العربية في دعم الدول العربية على تجاوز التحديات الراهنة والعمل على استئناف خططها التنموية بما يرقى لتطلعات شعوبها. ومن هنا فإنني أشيد بدعم الهيئات المالية العربية لجمهورية مصر العربية على مدى السنوات الماضية، وهو ما ساهم ضمن العديد من الموارد المالية الأخرى في دعم المشروعات التنموية الرئيسية في الدولة المصرية. وبالرغم من كل ما قدمته الهيئات المالية العربية من دعم ومساندة لجهود التنمية في البلدان العربية، فإنها مطالبة بالقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة التي تتعاظم فيها التحديات الإقليمية والدولية، والتي تحتاج فيها الاقتصاديات العربية إلى مزيد من الدعم المالي والفني لمواجهة التحديات الراهنة، لا سيما عبر دعم قدراتها على زيادة صادراتها وتعزيز التجارة العربية البينية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية لاتخاذ خطوات إصلاحية هامة على صعيد الاقتصاد المصري بهدف دعم مرونته أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية وزيادة قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية، لا سيما في إطار رؤية 2030. ودعا رئيس الوزراء الدول المتقدمة إلى تقديم الدعم المستحق للدول النامية، مشيرا إلى أهمية النظر في إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية وفي مقدمتها مؤسسات التمويل الدولية. الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لاتخاذ خطوات إصلاحية هامة على صعيد الاقتصاد المصري بهدف دعم مرونته أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية وزيادة قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية، لا سيما في إطار رؤية مصر 2030. ويعد من أبرز ملامح تلك السياسة الإصلاحية دعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا بخلاف نجاح الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي في ضبط سوق النقد الأجنبي، كما نمضي قدما للسيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج الإجمالي المحلي. السيدات والسادة، يعد دور الدول المتقدمة وشركاء التنمية ذو أهمية خاصة لدعم قدرة الدول النامية على تجاوز التحديات الراهنة، حيث أدعو الدول المتقدمة أن تقدم الدعم المستحق للدول النامية في ظل هذه الظروف الصعبة، كما ينبغي النظر في إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية
وفي مقدمتها مؤسسات التمويل الدولية عبر تطوير حلول مالية مبتكرة تناسب المتغيرات الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، خاصة على صعيد التغيرات المناخية وآثارها السلبية علينا. دعا رئيس الوزراء المؤسسات المالية العربية لكي تكثف الدعم والمساندة للدول العربية على نحو يخفف من وطأة التحديات من على كاهل المواطن العربي. وشدد مدبولي عن أن مصر عازمة بالتعاون مع الأشقاء العرب على الاستمرار في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك. ندعو مؤسساتنا المالية العربية لكي تكثف الدعم والمساندة للدول العربية على نحو يخفف من وطأة التحديات من على كاهل المواطن العربي، وأن تمنح رأس المال البشري اهتماما خاصا في خططها التمويلية باعتباره المكون الرئيسي والعنصر الأساسي في عملية التنمية المستدامة، فضلا عن دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية التي تعد ركنا أساسيا من أركان عملية التنمية الشاملة. وفي الختام، فإنني أؤكد أن مصر عازمة بالتعاون مع الأشقاء العرب على الاستمرار في دعم مؤسسات العمل العربي المشترك، وفي القلب منها الهيئات المالية العربية، بما يلبي تطلعات شعوبنا العربية نحو غد أفضل ننعم فيه جميعا بالأمن والسلام والرخاء. هذا وتتواصل الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024 بالعاصمة الإدارية حتى غد الخميس. وتضم الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. نحو دعم التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولنا العربية، انطلقت الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024 بالعاصمة الإدارية، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات المالية العربية ومحافظي ونواب محافظي الدول العربية وممثلي مؤسسات التمويل الدولية. تضم الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والتي تساهم في عدد من المشروعات من بينها مشروع التجمعات التنموية ومنظومة معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي ببحر البقر الأكبر من نوعها في العالم. المشروع اليوم مشروع مياه بحر البقر، مشروع له أهداف عديدة، طبعا من ضمن الهدف الرئيسي الهدف السادس اللي هو تحقيق مياه صالحة للشرب وكذلك صحة بيئية نظيفة. هذا المشروع راح يساعد مثل ما ذكرت اللي هو توفير مياه صالحة للشرب وكذلك استصلاح عدد من الأراضي، وبالأهم الكثير اللي هو تحقيق فرص عمل بما يعادل 100,000 نسمة. تأتي الاجتماعات السنوية للمؤسسات وهيئات التمويل العربية في ضوء حرص الدولة المصرية على دعم ومساندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات المالية العربية لتحقيق رسالتها التنموية ودعم العمل العربي المشترك وتعزيز جهود التنمية في مختلف الدول العربية. هذا وأعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية فوز مشروع منظومة معالجة مياه الصرف ببحر البقر بجائزة عبد اللطيف الحمد التي يقدمها الصندوق لأفضل مشروع تنموي في الوطن العربي، ليصبح بذلك ثاني مشروع مصري يفوز بتلك الجائزة بعد فوز محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء بتلك الجائزة في نسخة العام الماضي. من جانبه قال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية وليد البحر إن مشروع منظومة بحر البقر يعد من المشروعات التنموية الرائدة في مصر، حيث تم تصميمه بتكنولوجيات متطورة للمساهمة في معالجة حجم مذهل من مياه الصرف لتجنيب البيئة الأضرار وتوفير المياه الصالحة للزراعة.
وعلى هامش حضور الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديوني لاستعراض ملفات التعاون المشتركة. وشدد مدبولي خلال الاجتماع على أن مجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة تجمعها شراكة استراتيجية مع مصر من خلال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة. من جانبه قال عثمان ديوني إنه فخور بالشراكة الاستراتيجية بين البنك الدولي ومصر، مستعرضا في هذا السياق أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تواصل جهودها من أجل إزالة أي تحديات تواجه مشروعات القطاع الخاص، وهي رسالة اطمئنان لجميع المستثمرين. وخلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، أكد مدبولي أن الحكومة تواصل خطواتها من أجل سرعة إنجاز المشروعات المختلفة ودخولها حيز التشغيل وزيادة الإنتاج والصادرات مع توفير النقد الأجنبي وفرص العمل لآلاف الشباب. وأشار مدبولي إلى مشاركة الرئيس السيسي بالقمة العربية وتأكيده على ثوابت الدولة المتعلقة برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريا والجهود المصرية لوقف العدوان. وتطرق مدبولي لمشاركته في النسخة 11 من قمة رايز أب والتي عقدت بالمتحف المصري الكبير، مجددا التأكيد أن مصر تواصل العمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتوفر الدعم اللازم لذلك من أجل فتح أسواق جديدة تتيح فرص العمل وتقلل من معدلات البطالة، وذلك بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تستوعب فئة الشباب وأفكارهم المبتكرة. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على العلاقات الوطيدة التي تربط جمهورية مصر العربية بدولة الكويت الشقيقة، والتي تمتد لتشمل العلاقات الوثيقة التي تجمع القيادة السياسية في البلدين وأواصر الإخاء بين شعبي مصر والكويت الشقيقين. وخلال اتصال هاتفي هنأ رئيس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح بتوليه منصب رئيس وزراء الكويت بعد صدور مرسوم أميري له بتشكيل حكومة جديدة، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة. وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لاستمرار العمل مع شقيقه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي لدفع علاقات التعاون بين الجانبين إلى آفاق أرحب بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. استقبل رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي رئيسة برلمان جمهورية تنزانيا المتحدة توليا أكسون. وأكد جبالي حرص البرلمان المصري على الانخراط بفاعلية في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي، مشيرا إلى أنه يحظى بعلاقات تاريخية وطيدة مع الاتحاد، كما أكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بتنزانيا، مشيدا بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات على مستوى القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين، مع حرصهما على تبادل الرؤى والتنسيق المشترك حيال مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك. شارك وزير الخارجية سماح شكري في مراسم العزاء الرسمية للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد الهيان ومرافقيهما. وقدم شكري عقب وصوله للعاصمة الإيرانية طهران واجب العزاء في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته مجددا تضامن مصر مع دولة إيران الشقيقة في هذا الظرف الدقيق. الله
كما التقى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر، حيث قدم شكري واجب العزاء للرئيس الإيراني المؤقت وجدد تضامن مصر مع دولة إيران الشقيقة في هذا الظرف الدقيق. هذا وقد شارك اليوم عشرات الآلاف من الإيرانيين في وسط العاصمة طهران في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته ومرافقيهما الذين قضوا في حادث تحطم طائرة مروحية في شمال غربي البلاد. وانطلقت مواكب تشييع الجثامين بمشاركة شخصيات أجنبية بارزة من جامعة طهران إلى ساحة شاسعة بوسط العاصمة. وكانت مراسم تشييع الجثامين قد بدأت أمس في مدينة تبريز بمشاركة عشرات الآلاف من المشيعين، ومن المقرر أن تنتقل الجثامين من العاصمة طهران إلى محافظة خراسان الجنوبية لنقلها إلى مدينة مشهد مسقط رأس الرئيسي، حيث سيورث ثرى الخميس بعد مراسم جنازة في ضريح الإمام رضا. أعرب مصدر رفيع المستوى عن استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة على مدار الأشهر الماضية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة ووقف نزيف دماء الأبرياء في القطاع. وأضاف المصدر أن بعض الأطراف يقوم بممارسة لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة. وأكد المصدر أن ممارسة مصر لدور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بالقطاع جاء بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور، وذلك نظرا لخبرة وقدرة وحرفية مصر في إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة، لافتا إلى أنه من الغريب استناد بعض وسائل الإعلام لمصادر تطلق عليها مطلعة وتتحدى إذا كان بالإمكان نسب ما تم نشره لمصادر أمريكية أو إسرائيلية رسمية محددة. رحبت مصر بقرار كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا لاعتراف رسميا بدولة فلسطين في خطوة مقدرة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى خلق أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ودعت مصر في بيان لوزارة الخارجية الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى المضي قدما نحو الاعتراف بدولة فلسطين إعلاء لقيم العدل والإنصاف ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 7 عقود وتمكينه من إقامة دولته المستقلة. هذا وجددت مصر المطالبة لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التدخل الفوري للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية والتعامل بالمسؤولية المطلوبة مع الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة ووقف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في القطاع لا سيما في مدينة رفح الفلسطينية.
قال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس قال إن بلاده تعترف بدولة فلسطينية، مشيرا إلى أن كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا ستعترف بدولة فلسطين. ووصف هاريس هذا القرار بأنه يوم تاريخي ومهم لأيرلندا وفلسطين، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يستحق السلام والأمل في المستقبل بدلا من المعاناة. اليوم تعلن أيرلندا والنرويج وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، وسوف يتخذ كل واحد منا الآن الخطوات الوطنية اللازمة لتنفيذ هذا القرار. وفي الفترة التي سبقت إعلان اليوم تحدثت مع عدد من القادة والنظراء الآخرين، وأنا واثق من أن المزيد من الدول ستنضم إلينا في اتخاذ هذه الخطوة المهمة في الأسابيع المقبلة. هذا يوم تاريخي ومهم لأيرلندا وفلسطين. اليوم نستخدم نفس اللغة لدعم الاعتراف بفلسطين كدولة، ونحن نفعل ذلك لأننا نؤمن بالحرية والعدالة باعتبارهما المبدأين الأساسيين للقانون الدولي. أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستورا اعتراف بلاده رسميا بفلسطين كدولة مستقلة، مشيرا إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 28 من الشهر الجاري. وأكد رئيس الوزراء النرويجي أن الاعتراف بفلسطين كدولة يسلط الضوء بشكل أكبر على موقف بلاده الراسخ بأن الحل الدائم للصراع في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين، مشددا على أن للشعب الفلسطيني حقا أساسيا ومستقلا في تقرير المصير. قررت الحكومة أن تعترف النرويج بدولة فلسطين، وسيدخل اعتراف النرويج حيز التنفيذ في 28 من مايو الجاري، وبهذا ستعتبر النرويج فلسطين دولة مستقلة تتمتع بجميع الحقوق والواجبات التي تترتب على ذلك. فالدولة الفلسطينية يجب أن تخضع لمعايير القانون الدولي، وينبغي أن يكون هناك ترسيم للحدود الإقليمية بين دولتي فلسطين وإسرائيل على أساس حدود قبل 4 يونيو عام 1967. لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون أن تكون للفلسطينيين والإسرائيليين دولتهم الخاصة، فالسلام في الشرق الأوسط يتطلب قيام دولة فلسطينية. اعلن رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز اعلن ان بلاده ستعترف رسميا بدوله فلسطين في 28 من شهر مايو الجاري، مشددا على ضروره وجود تحالف دولي في الشرق الاوسط من اجل السلام والامن. وخلال كلمته امام البرلمان الاسباني، اتهم سانشيز رئيس حكومه الاحتلال بنيامين نتنياهو بانه يعرض حل الدولتين للخطر في الشرق الاوسط من خلال سياسه المعاناه والدمار التي ينتهجها في قطاع غزه. بعد التوصل إلى توافق بين الحزبين اللذين يشكلان الحكومة الائتلافية التقدمية وتجسيدا لمشاعر الأغلبية للشعب الإسباني، ستوافق إسبانيا في 28 من مايو الحالي على الاعتراف بدولة فلسطين. إذا كان هناك شيء واحد واضح بالنسبة لي فهو أن رئيس الوزراء نتنياهو ليس لديه مشروع سلام لفلسطين. نتنياهو يسبب الكثير من الألم والكثير من الدمار والعنف. هناك قدر كبير من الضغينة في غزة وبقية فلسطين، مما يجعل جدوى حل الدولتين في خطر شديد. استدعت إسرائيل سفيريها في أيرلندا والنرويج لإجراء مشاورات طارئة بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين. واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن دبلن وأوسلو اتخذتا خطوات متسرعة وسيكون لها عواقب وخيمة. هذا وقد أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين اعتبارا من 28 من مايو الجاري. رحبت حركة حماس باعتراف كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا بالدولة الفلسطينية المستقلة، معتبرة أن تلك الاعترافات تمثل نقطة تحول في الموقف الدولي من القضية الفلسطينية. ودعت حركة حماس دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الاعترافات التي تم الإعلان عنها اليوم خطوة مهمة على طريق تثبيت حقوق الفلسطينيين. ومن جانبها رحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان رئيس وزراء
النرويج لاعترافها بدولة فلسطين، وأن استكمال إجراءات صدور مراسيم الاعتراف يوم 28 من مايو الجاري. وثمنت الرئاسة الفلسطينية قرار النرويج لأهميته في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعالية لدعم تنفيذ حل الدولتين، مؤكدة أن مملكة النرويج دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية. لقراءة أكثر عمقا بشأن اعتراف عدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين المستقلة، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي. دكتور أيمن، قانونيا ماذا يعني اعتراف هذه الدول الأوروبية الثلاث بدولة فلسطين، وما الذي يمكن أن يترتب على هذه الخطوة في القانون الدولي؟ بدأ ذي بدء المصائب لا تأتي فرادة، والقانون الدولي لا يترك شاردة أو واردة، والقانون الدولي يؤطر ينظم ماهية الاعتراف بوصفه حق سيادي أساسي انفرادي للدول تجاه الدولة الجديدة المزمع الاعتراف بها. ومن خلال التصريحات الرسمية الثلاثة، إيرلندا إسبانيا والنرويج التي تفضلتم بعدها على المشاهد الكريم، هذه الدول تحدثت عن أن هناك أركان للدولة، الشعب، الإقليم، الحكومة التي يجب توافرها، وهذه الدول تدرك إدراك اليقين توافر هذه الأركان الثلاثة لدى فلسطين المعترف بها حتى هذه اللحظة. 142 دولة منذ إعلان لأول مرة قيام الدولة الفلسطينية في الجزائر 1988 بعد مخاض عسير. ولكن الأهم في هذا، ما هي حقوق الدولة المعترف بها فلسطين تجاه الدول التي تعترف بها، وما هي الواجبات الدولية التي يؤسسها القانون الدولي على الدول التي تعترف بدولة جديدة؟ من أهم هذه المسائل الحق في المساواة، الحق في المساواة بين الدولة الجديدة المعترف بها وسائر دول الأمم المتحدة، إعمالا وإنفاذا لديباجة ميثاق الأمم المتحدة والمواد الأولى من ميثاق الأممي. ولكن لماذا ترتعد فرائص إسرائيل، ولماذا تستدعي من فورها إسرائيل سفراء الدول الثلاثة النرويج وإسبانيا وأيرلندا؟ لماذا؟ لأن من أهم الآثار القانونية للاعتراف بفلسطين دولة في القانون الدولي والتبادل الكامل الدبلوماسي معها هو إقرار هذه الدول لفلسطين بالحق في الدفاع عن النفس، الحق العسكري، الدفاع عن النفس العسكري حال حصول عدوان عليها، بوصفها دولة من دول التي تستفيد أيضا من المادة رقم 51 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة. نعم، إذن كيف يمكن من خلال حديثكم البناء على هذه الخطوة سريعا واستثمارها في إطار وقف جماح إسرائيل اليومي في قطاع غزة والتوجه نحو نيل العقاب الدولية المستحق لها؟ بادئ أشكرك، بادئ ذي بدء على جامعة الدول العربية الآن ودون إرجاء، وعلى كافة الدول الأعضاء 21 دولة غير فلسطين من فورهم الآن أيضا الترحيب والإشادة بهذه الخطوة وتثمين هذه الخطوة بوصفها دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامته لدولته بحدودها المقررة وفق المواثيق الدولية يونيو 1967، ثم أيضا تضييق الخناق الذي بدأ يستكمل ويستفحل على إسرائيل من خلال الجناية الدولية والعدل الدولية، وأن أيضا هناك خطوات قانونية وقضائية الدول ومنها دول عربية التي أعلنت رسميا عزمها على التحرك إلى لهاي العدل الدولية والتدخل في الدعوة المرفوعة
من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل عليها، ونناشدها من جانبي الإسراع بتنفيذ هذا التدخل في الدعوة ضد إسرائيل حتى يستكمل الخناق، ولربما يكون مآل إسرائيل ومصيرها هو مآل أفريقيا العنصرية التي انحلت في نهاية عام 1993 من القرن المنصرم. هل هذه الخطوة تعد دعما وتشجيعا لدول أخرى على أخذ نفس المسلك، دعما للقضية الفلسطينية؟ وفي حال اعتراف دول أخرى عديدة بدولة فلسطين، هل يمكن أن تكون خطوة ضاغطة على الدول الداعمة لإسرائيل للتخلي عن رعايتها؟ إسرائيل أول دولة في العالم تدرك خطورة الدول خطورة الخطوة من هذه الدول تحديدا. فإسبانيا هي الدولة التي راعت مؤتمر السلام 1991، والنرويج هي الدولة التي راعت الوساطات والمساء الحميد قبل تدشين اتفاقات أوسلو بين السلطة الوطنية وإسرائيل بدايات التسعينات القرن الماضي. أما أيرلندا فهي الدولة المثل التي خاضت الدولة الأوروبية المثل التي خاضت مخاضا عسيرا للانفصال والتحلل والاستقلال عن بريطانيا العظمى. لذلك دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بعد بإسرائيل بفلسطين دولة كاملة السيادة، وبالرغم أن بعض هذه الدول قلة منها أيدت انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة، لكن على هذه الدول أن تعترف اعترافا من انفراديا تجاه فلسطين بكونها دولة مستقلة. شكرا جزيلا أيمن. شكرا جزيلا الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، كنت معنا عبر الهاتف. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالخطوة الهامة التي قررت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا اتخاذها بالاعتراف بدولة فلسطين. وثمن أبو الغيط جهود الدول الثلاثة على تلك الخطوة التي تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ، داعيا بقية الدول إلى الاقتداء بالدول الثلاثة في خطوتها المبدئية الشجاعة. ومن جانبه رحب القيادي الفلسطيني محمد دحلان رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح وعضو المجلس التشريعي بقرار إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة. وفي تدوينة له على منصة إكس أكد دحلان أن الاعتراف الثلاثي يعتبر خطوة أساسية على طريق الحرية والتخلص من الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه خطوة كبرى وأبدى أمله في أن تنضم إليها كل دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد. رحب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بقرار اعتراف النرويج ودول أخرى بدولة فلسطين. وثمن الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية والتجارة المجرية بيتر سيارتو في العاصمة عمان مثل هذه القرارات التي هي تأكيد على طريق السلام وحل الدولتين. نثمن هذا القرار عاليا، ونعتقد أنه خطوة أساسية وضرورية للرد على ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من ليس فقط رفض لحل الدولتين ورفض لحق الشعب الفلسطيني في حريته ودولته المستقلة، ولكن أيضا من إجراءات عملية على الأرض تقتل فرص تحقيق السلام في المنطقة برمته. حذر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي من أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة يتفاقم، وأن الإجراءات اللاشرعية تستمر، وأن الوضع على حافة الانفجار. وقال الصفدي إن قرارات إسرائيل ببناء بؤر استيطانية جديدة رسالة بأنها مستمرة بأعمالها غير الشرعية وتقتل فرص حل السلام.
أن إسرائيل تتنصل مرة أخرى من كل التزاماتها القانونية الدولية، وأنها تدفع باتجاه تفجير الضفة الغربية. السماح للمستوطنين بالعودة إلى بؤر استيطانية في القانون الإسرائيلي كانت تعتبر غير شرعية، كل الاستيطان غير شرعي، لكن إسرائيل كانت تميز ما بين الاستيطان بكله والبؤر الاستيطانية، وكانت الحكومة الإسرائيلية نفسها فكفكت هذه المستوطنات. أن تسمح لهم بالعودة الآن هي أن تفتح الباب أمام المستوطنين للعودة، خصوصاً في أن في الحكومة الإسرائيلية الآن وزراء متطرفون عنصريون يدفعونهم باتجاه عودة الاستيطان وباتجاه حرمان الفلسطينيين من حقهم. واستمعنا إلى الوزير المتطرف بن غفير الذي ندين بالمطلق اقتحامه للمسجد الأقصى اليوم. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الإدارة الأمريكية مستعدة للعمل مع الكونغرس على فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسبب طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن حرب غزة. وطلب السناتور الجمهوري لينزي جرهام من بلينكين في جلسة للجنة الفرعية للمخصصات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي إعادة فرض العقوبات الأمريكية على المحكمة ردا على الخطوة التي اتخذها كريم خان يوم الاثنين الماضي. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. تواصل قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 29 بعد 200 على التوالي باستمرار القصف العنيف واستهداف منازل مأهولة ومنشآت وبنية تحتية، حيث شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على حي الزيتون شرق مدينة غزة، كما استهدفت قوات الاحتلال منازل في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، واستهدفت الغارات منطقة الزويدة بوسط قطاع غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق زوارق الاحتلال النار تجاه الشواطئ الشمالية لبحر غزة. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قوارب الصيد في رفح الفلسطينية وأطلقت النار على الفلسطينيين الذين هرعوا لإطفاء النيران. وتستهدف قوات الاحتلال بما تقوم به من حصار وتجويع وقصف للأطفال والنساء والاستثناء للمدارس والمستشفيات، سعيا منها في القضاء على أي أمل لحل القضية الفلسطينية عن طريق الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الممنهج. لقد مر الموت من أمامنا كثيرا ولكننا لم نمت، عبارة كتبت على حائط مدرسة مهدمة كتبه أحد النازحين تلخيصا لما يعايشونه في رحلتهم المضنية للهروب من الموت، ذلك المراوغ الذي يلاقيهم بكل شارع وزاوية، وما بين الموت قصفا والموت جوعا لا خيار للنازحين الفلسطينيين، فالنهاية واحدة، وإنما يتحايلون على الموت والعطش والجوع بطرق غير معهودة، فصاروا محترفين في خلق حياة من العدم، فبعد أن دمرت بيوتهم يسكنون الخيام المصنوعة من بقاياها، أو يحاولون صنع مكان آمن من مدرسة مهدمة كانت مهداً لطفولتهم السعيدة، فصارت خندقاً يختبئون فيه من نيران القصف الممنهج، بلا ماء ولا كهرباء، فقط جدران تشهد على نكبتهم الجديدة. المعبر مسكر، وضعنا صعب، إحنا لحالنا بصير ندور على القشة، ندور على كيس النايلون، نبعث صغارنا، وضعنا صعب صعب للغاية، والحطب غالي لما بيجوا بالناس يبيعوا، الحطب كتير غالي. بلا غاز ولا كهرباء، عاد النازحون لحياة ما قبل التاريخ، فهم يجمعون بقايا الخشب لاستخدامه، لأن حتى الحطب لم يعد موجودا ليشعلوا به النار للطهي أو لشؤونهم الأخرى، وهم على ذلك مهرة أكسبهم العدوان خبرة في الحياة على أي وجه، والاحتفاء بها مهما واجهوا من تضييق،
فقد تجد طفلة أو طفلا غاية في الجمال والبراءة يقوم بجمع البقايا الخشبية والأكياس البلاستيكية لإشعال نار تطهو فوقها نباتا مجهول الهوية، ولكنه قد يساهم في سد جوعهم. وضع صعب جدا أن الواحد يحصل على طبخة يعني يأكلها زي الناس، يعني على شربات معلبات، إشي الواحد صعب أنه يتوفر لقمة يعني زي ما كان قبل الحرب يعني يأكلها ويشربها. اليوم وضع صعب جدا، فاحنا اضطرينا الحطب والاولاد الصغار في المساء بلموا نايلون وورق وحطب من الشوارع ايش بنقدر نجيبه وبنولع. واما عن نقص المياه فهو العذاب المقيم الذي يعانيه النازحون، حيث تاتيهم المياه محموله على ظهر طائره ويصطفون بالطوابير للحصول على ما يكفي بالكاد للطهي او الشراب، وقد تضطر أسر كاملة للنوم عطشا أو جوعا حيث لم تكفي المياه المحمولة على ظهر طائرة باهظة الثمن لري عطش ساكن الخيام. هم لم يرغبوا إلا في أن يحيوا حياة كالحياة، هكذا يتمنى النازحون في عالم ماتت فيه الإنسانية. في الأثناء تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة، خاصة في شمال وجنوبي القطاع. قد أعلنت حركة حماس تمكنها من تنفيذ عملية مركبة استهدفت 10 جنود إسرائيليين، تبعها استهداف قوة الإنقاذ بيت حنون شمال القطاع. كما أعلنت الحركة تمكنها من استهداف ناقلة جند و3 جرافات عسكرية ودبابة في مدينة رفح الفلسطينية. في المقابل أوردت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال في اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة فجر اليوم. كما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المستشفيات استقبلت قرابة 100 جندي منذ بداية العملية العسكرية في رفح الفلسطينية في 6 من الشهر الجاري. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر سيعقد اجتماعاً اليوم. أوضحت هيئة البث أن الاجتماع سيناقش منحناً جديد لاستئناف المفاوضات لإنجاز صفقة تبادل المحتجزين، ويأتي هذا في الوقت الذي طلبت فيه هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين بعقد جلسة مع المجلس الوزاري للاطلاع على آخر التطورات بشأن صفقة التبادل. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة ومخيم جنين الذي يشهد اشتباكات عنيفة لليوم الثاني على التوالي. ونفذت قوات الاحتلال حملات مداهمة وتفتيش، طالت 10 المنازل في حارة المخيم واعتقلت عددا من الفلسطينيين وأطلقت النار على آخرين، مما أسفر عن شهداء ومصابين. قمع وتطهير عرقي مستمر في الضفة الغربية المحتلة، كما هو الحال في قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عدوانها على مدينة ومخيم جنين الذي يشهد اشتباكات عنيفة. قوات الاحتلال دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى أحياء عدة في المدينة وداخل المخيم بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، بينما عملت آليات الاحتلال الإسرائيلي على تجريف شوارع المدينة والمخيم وتخريبها وتحطيم عدد كبير من السيارات. قوات الاحتلال نفذت حملات مداهمة وتفتيش، طالت 10 المنازل في حارة المخيم واعتقلت عددا من الفلسطينيين، كما اعتدت على آخرين ونكلت بهم وعبست بمحتويات منازلهم وعاست فيها فسادا وخرابا، وأخضعت عددا من الشبان للتحقيق الميداني وأطلقت النار على عدد من الفلسطينيين، مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والمصابين بينهم إصابات خطرة. وتسببت عمليات تدمير البنية التحتية بانقطاع التيار الكهربائي والاتصالات والإنترنت عن مناطق واسعة في المدينة والمخيم، ولا تزال القوات الإسرائيلية تحاصر مستشفى جنين الحكومية وسط انتشار للقناصة الإسرائيلية في أماكن قريبة من المستشفى، مما تسبب في نقص كبير في المستلزمات الطبية. قوات الاحتلال تتمركز في شوارع حيفا ونابلس وطريق برقين، ترافقها وحدات خاصة من المستوطنين الإسرائيليين، وحولت 10 المنازل في أحيائها والمخيم إلى نقاط عسكرية وسط اندلاع للمواجهات العنيفة مع سماع دوي انفجارات ضخمة.
ولا زلنا في الضفة الغربية المحتلة، حيث قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالنت إلغاء خطة الانفصال من أجزاء كبيرة في شمال الضفة الغربية، وهو ما يتيح عودة المستوطنين لتلك المنطقة. وتأتي الخطوة بعد نحو 20 عاما من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرائيل شارون عام 2005 خطة أطلق عليها فك الارتباط أحادية الجانب، والتي بموجبها تم الانسحاب من المستوطنات ومعسكرات الجيش في قطاع غزة، إضافة لأربع مستوطنات قريبة من جنين شمال الضفة الغربية. واضطرت إسرائيل لتنفيذ هذه الخطة في أعقاب تزايد عمليات المقاومة ضد المستوطنات القريبة من قطاع غزة ومعسكرات الجيش الإسرائيلي. وفي إطار تزايد الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية، اقتحم وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية. ويعد هذا الاقتحام لبن غفير هو الأول منذ 7 أكتوبر الماضي، وكان مئات المستوطنين الإسرائيليين قد استبقوا خطوة الوزير الإسرائيلي باقتحامهم المسجد الأقصى صباح اليوم وسط حراسة من قوات الاحتلال، حيث تركزت الاقتحامات في الساحات الشرقية للمسجد. يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوابه على الرغم من مواصلة قوات الاحتلال شن غارتها على مدينة رفح الفلسطينية واستمرار القصف الذي أدى لاستمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، والذي أدى إلى تفاقم الأزمات الصحية والغذائية. المزيد يطلعنا عليه الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل المساعدات الإغاثية المختلفة إلى الأشقاء في قطاع غزة. هذه المساعدات التي أنا متوقف وسطها الآن هي مساعدات إغاثية لوجستية من مواد إعاشية، مواد غذائية، مستلزمات طبية، نراها يعني مصطفى على جانبي الطريق في مدينتي العريش ورفح. نتحدث عن هذه الشاحنات المتوقفة هنا منذ أكثر من 14 يوما، واليوم هو اليوم 15. هذه الشاحنات كان من المفترض أن تدخل إلى الأشقاء في قطاع غزة، وبوابة معبر رفح المصرية مفتوحة لاستقبال هذه الشاحنات، ولكن على الناحية الأخرى منذ أن قامت قوات الاحتلال باحتلال معبر رفح الفلسطيني، وهي تمنع دخول هذه الشاحنات من معبر رفح الفلسطيني وأيضا من معبر كرم أبو سالم، ولكن هذا لا يمنع استمرار يعني العمل الخاص بالمجهودات المصرية لدخول هذه الشاحنات وللتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. يأتي هذا بالتزامن مع بالطبع القصف المستمر على مدينة رفح الفلسطينية وأماكن مختلفة ومتفرقة من قطاع غزة، وهو ما يؤجج أيضا ويصاعد الحالة الكارثية الإنسانية هناك، وهو ما حملت مصر يعني حملته مصر لجانب قوات الاحتلال هذه المسؤولية الخاصة بالمجاعة التي تحدث بالفعل داخل قطاع غزة، برغم أن الرصيف الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية الذي أنشأته هو يعمل بالفعل، ولكن لا يكفي أقل من 10% من الاحتياجات الحقيقية لقطاع غزة، لأن المعبر الأساسي والأهم حسب مصر وحسب الأمم المتحدة وحسب جميع الدول هو معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم الخاص بالبضائع. لكن اليوم هو يوم مختلف في القضية الفلسطينية، حيث تم الاعتراف صباح اليوم من 3 دول بالدولة الفلسطينية، وهو يعد من أهم المواقف التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية لدعم القضية الفلسطينية. نتحدث عن أسبانيا التي جاء وزير خارجيتها من قبل أمام معبر رفح المصرية وتحدث عن أهمية الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67، وأيضا اليوم كان هناك اعتراف لدولتين أخريتين، لذلك هذه الاعترافات التي المفترض أن تدعم الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة. يأتي هذا بالطبع الدعم المصري المتواصل والتحركات المصرية وأيضا التحركات الفلسطينية من أجل الوصول لحل دائم وسلام دائم للشعب الفلسطيني. هذه هي الصورة من العريش ورفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى. قام وفد ألماني رفيع المستوى بزيارة مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء.
جاءت زيارة الوفد إلى مستشفى العريش العام بشمال سيناء ضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد لمصر لمدة 4 أيام من أجل تنسيق إجراءات الدعم الألماني للعلاج الطبي للأطفال المصابين من غزة. وخلال الزيارة تفقد الوفد عددا من أقسام المستشفى بجانب لقاء الطاقم الطبي الذي يقوم بعلاج الأطفال الفلسطينيين المصابين من غزة ومناقشة خيارات التعاون والدعم. بحث طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع سيدريك كريمرز نائب رئيس شركة شيل العالمية وداليا الجابري رئيس شركة شيل مصر أنشطة الشركة وخططها المستقبلية في ظل تكثيف الشركة لعملياتها في مصر وخاصة تنمية الآبار. وخلال اللقاء أكد الملا أن شركة شيل شريك استراتيجي لقطاع البترول وتعمل في مصر منذ أكثر من 110 أعوام حققت خلالها العديد من النجاحات، مشيرا إلى أن مصر تبنت استراتيجية كاملة للتنمية المستدامة حتى عام 2030 وأن العمل جار لتحقيق أهدافها والتغلب على التحديات. من جانبه أشار نائب رئيس شيل إلى أن الشركة تستعد لتطوير استراتيجيتها في مصر وتكثيف جهودها في ضوء حملة البحث والاستكشاف التي تجربها حاليا مع نجاحها في تحقيق الكشفين المهمين ميناء غرب وخوفو، بالإضافة إلى تنمية المرحلتين 10 و11 من مشروع غرب دلتا النيل العميق. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع صق الأضحية للعام الثاني على التوالي بأعلى جودة للحوم وبأقل سعر للصق، وذلك بعدما نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة. وتضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة وبإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان اللحوم بجودة عالية وزيادة نسبة اللحوم الحمراء. وأعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقا في كل محافظات الجمهورية يتم الوصول إليه، بالإضافة إلى قيم المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة والتي تضم الفئات المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى والأرامل والأيتام. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها.
أمام اجتماعات الهيئات والمؤسسات المالية العربية، مدبولي يدعو لتقديم الدعم المستحق للدول النامية وإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية. مصر تبدي استغرابها من تعمد الإساءة لجهودها في اتفاق الهدنة، وتؤكد أن وساطة القاهرة جاءت بعد إلحاح لخبرتها في إدارة المفاوضات الصعبة. إسبانيا وأيرلندا والنرويج تعلن اعترافها بدولة فلسطين، وحماس والسلطة الفلسطينية ترحبان، وإسرائيل تبلغ سفراء الدول الثلاث احتجاجها. بختام العناوين نصل معكم لختام نشرة الثالثة، إلى اللقاء.